ابو علي، انا حبيت اسهر مشان ما حدش يعرف ليش انا جاي من لودس على الشام، حتى ولاد خالتي. والله زيك عفارم علي، طمني، جبت السيارة الدبلوماسية معاك؟ جبتها وخليتها واقفة قدام بيت خالتي، بديش اتحرك فيها كتير بالشام يا ابو علي. والله طب عظيم، كيف دبرتها وجبتها لهون؟ ما هو القنصل الفرنساوي ابو علي اخذ اجازة وراح على فرنسا تركها معي. طب اسمع، الليلة الساعة 12 بنحملها بالذخيرة، بتتوكل على الله عن طريق الأردن مش عن طريق طبرية. هاي سيارة دبلوماسية أبو علي، ما حدش بفتشها. بس الاحتياط واجب، طمني. إيش أخبار رئيسك فوز الأوتو؟ ببلغك إنك لازم ترجع على يافا بسرعة، الوضع هناك خطير. بعرف بعرف بعرف. بس المهم عبد القادر يضل حصاره للأدوس ماشي ويافا علي. تشرب شاي؟ أنا بعمل. لا يا زلمة متضيفي. السلام عليكم. عجل لي بنفس قبل ما اطلع لك نفسك. خلينا رايقين ابو مستور. روق ابو يوسف. لك غالينا ابو مستور. غالينا ابو ياسين. وينك يا منصور؟ ضل بالي عندك. لما اليوم شفتك تاخرت قلت لحالي هذا اكيد ابو مستور عامل له شي مشكل بعد زعلت امبارح. والله الله ستر يا ابو ياسين، الله ستر. خير؟ جسمي لهلا عم يرفض نفض من هدول اللي رفعوا اصابيعهم مثل عصي الميباج بامريكا. ايه الحياه صارت صعبه يا ابو مستو. مالك علي يمين يا ابو ياسين، ما عرفت نام، وفوق هذا الشيء شفت منام وقف شعر بدني. خير اللهم اجعله خير. لك وين كعت الشاي؟ لحظه وبتكون عندك حبيب قلبي. هلا يا سيدي هيك، اللهم صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مش الصبح قفلت لك شوي؟ ايوه. شفت هيك؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اثنين ماسكين جميله كل واحد من ايد ونازلين يجروها بهالشارع. يا لطيف. وهي عم تستغيث وتستنجد فيني. دخيلك يا ابو مستو، دخلي عليك يا ابو مستو. وانا يا خار ركضت اطلعت فيهم هيك، هن ركضوا قدامي وانا بلشت اركض وراهم، هن يركضوا وانا اركض. لكل ما اقرب عليهم يا ابو ياسين يكتروا هيك، لبين ما لحقت. وقت لحقتهم لقيتهم اكثر من 20 واحد، وبلش الضرب يا خال. انا اضرب وهن يضربوا، انا اضرب وانضري، اضرب وانضري. لك ايه وبعدين؟ لك شو بعدين؟ هيك ما لقيت حالي غير تفركشت وقعت. ايوه وجميله. لا شو بعرفني على الوقعه؟ فقت ام لقى حاله على الارض؟ بري عليك ابو يوسف، شو كنت موجود؟ ولقيت حالي جنب التخت. يا سيدي الحمد لله على سلامتك، منيح يلي انتهت خناقه هيك. دخلك شو تفسير هالمنام ابو ياسين؟ واضحه يعني جميله رح تطير من بين ايديك. لا تقول ابو ياسين، طربق الدنيا فوقاني تحتاني. في ناس كثير قالوها قبلك وما قدروا يعملوا شيء. لاهلك ابو ياسين تخسى. خليني كمل لك. هذا يا سيدي بعد ما شفت هالمنام قمت غسلت وشربت شوية مي وتعوذت بالشيطان الرجيم ورجعت نمت. ما شف لك حالي ابو ياسين غير انا والحسيني كامشين بيجن ونازلين في ضرب ضرب ضرب. ايه اكل قتلي بحياة دهره ما راح ينساها. ايوه دخلها. وبعد ما صحيت وين لقيت حالك؟ غفلت وما فقت لهلا. الله يصلحك يا ابو مستو، انا من رايي لازم تتزوج. ابو ياسين هلا اللي بيتزوجوا ما بيعودوا يشوفوا منامات مزعجه. تدري يا نبيه بيك ايش قد كان ثمن راس هالاخ القاعد مقابلك سن 36؟ والله حقيقة يا صفوة باشا، أبو علي ما بيتمن بالمال. إيه أدري أدري أغاتي، بس الإنجليز انشروا فد إعلان عن جائزة ب50,000 جنيه للي يدل على حسن سلامة أو يقبض عليه. والله المبلغ محرز، يمكن بيشتري ضيعة بحلب يا الأيام. أنا خبرتك عن هالقصة يا نبي بيك، بس حضرتك ما قبلتش. خبرته عن حالك يا أبو علي؟ إيه سيدي، خبرني وقال لي تعال ناخد هالمبلغ ونتشارك بشي ضيعة.
هذا اللغز له له حقيقة. لا والله حقيقة يا صفوت باشا. وشلون؟ لأنه أبو علي لما خلصت حرب 36 إيه؟ إجا على الشام وتخبى هو وزوجته وأمه. آه أنا أقول منين لوين هذه الصحبة الغريبة. إحنا كمان يا صفوت باشا نعرف بعضنا من زمان. إيه طبعاً طبعاً. واني علمتك انت وصاحبك عبد القادر الحسيني بالكليه العسكريه ببغداد، بس للاسف. ليش للاسف يا صفوت باشا؟ مثل ما يقول الشاعر وعلمه الرمايه كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. يا سيدي احنا ما رميناك، احنا رمينا الانجليز المستعمرين. وش الفايدة إذا ثورة رشيد عادل الكيلاني فشلت؟ أو خليتوا الإنجليز يزعلوا منكم من ذاك اليوم؟ والله يا سيدي أنا شايف لك إنه الإنجليز زعلانين منا زعلانين، انصرنا عليهم ولبسنا إيديهم. بعدين يا سيدي إحنا سندنا ثورة وطنية ضد المستعمر، حتى إنه الملك غازي الله يرحمه كان معنا. صحيح الحكي؟ أي نعم، حتى إنه كان عامل إذاعة بقصره وزيع منها ضد المستعمر. ايه انا سمعت بهيك السواليف، واكو اشاعه تقول انه الانجليز هم اللي غرقوا سيارته بالنهر بعد فشل الثوره. على كل حال الماضي راح، هذا الحكي صار له 7 سنين وحنا اولاد اليوم. لذلك نحن جينا يا صفوت باشا اليوم مشان تتصافى القلوب، لأنه مثل ما بتعرف يعني هلأ المعركة مصيرية. حنا لو ما كانت قلوبنا صافية ما كنا تطوعنا بجيش الإنقاذ، بس حسن سلامة وجماعتها ما ودهم يتعاونون مع جيش الإنقاذ، أو ما ودهم يتعاونون وياي. يا سيدي على العكس، إحنا جينا للشام نطلب منكم التعاون والمساعدة، ما تنساش إنه إحنا شعب واحد ووطن واحد. يعني الشباب يا صفوت باشا ماسكين العدو من رقبته بالقدس وبيافا، ومو ناقصهم غير السلاح والذخيره. لو كان عندي سلاح كافي كان وزعته على المتطوعين بقطنه، بس الجود من المجهود. بس يا باشا المفروض انكم تساعدوهم، لانه اي انتصار بيحققوه هنين انتصار للجامعه العربيه كلها. بس انت تعرف انه اني مو صاحب القرار. بعدين هم ليش ما ينضمون الجيش الانقاذ؟ وبهالحاله هذه تصير الجامعه العربيه مسؤوله عنهم وعن السلاح. خير؟ بصير خير. بسيطه صفوت باشا، يعني بنشوف بعض مره ثانيه ان شاء الله. مكتبي مفتوح لكم بكل وقت. ان شاء الله. عفوا بكلمتين اريد احكيها وياك على انفعالتك. طيب بالاذن. الله وياك. انا بتصل فيك لبيبيك. ان شاء الله. تفضل تفضل. شكرا. الموضوع يا بتصدق يا استاذ احمد، هذا اليوم اهم يوم في حياتي. لك انا سعيد ولك راح اطير من الزعاق. هذا اشرح لي بلكي بطير معك. لا سيدي لا، ما حذرت، السما ما بتوسع لغير اليوم. تصدق يا استاذ انت اروع استاذ بهالدنيا. روح الله يوفقك. يعني استفدت من دروسي؟ طبعا، ويجب الا تعطي دروسا الا في العشق. شوف هلا جاي من عندها. اخ لو شفت اللقاء يا استاذ احمد، لك احلى لقاء بهالدنيا. كيف عندها بالبيت؟ ما اجمل الحب يا استاذ، ان شاء الله بتجربوا شي يوم. هلا احكي له فهمني شو صار. هذا يا سيدي الصباح اخذت الرسالة وحطيتها في المكان المحدد. انا حطيتها من هون وهي اجت اخذتها من هون، طارت وحطتها تحت جوانحها. لك اخ يا ريتك شفتها يا استاذ احمد، يا ريتك شفتها هي وعم تضحك عم تركض. غزالة لك فراشة. كيف بدي اوصف لك يا كيف؟ وبعدين انت ما شفتها يا استاذ احمد،
كيف كانت واقفة على الشباك منتظرة مثل العصفور الصغير يلي عم ينتظر أمه لتاخده تطيره معها. لك إيه؟ كانت عم تنتظرني، عم تنتظرني لطير فيها. شافتني وابتسمت. كيف بدي أوصف لك ابتسامتها بس؟ أنا برأيي ما توصف لي. شو عم بفكر أنا وحدنا نسمع هيك لعين الصبح؟ يا سيدي بعدين أشرت لها تجي، إجت أخذت الرسالة وراحت. افتهمت القصة يا نبيه بيك؟ إيه بس يا صفوة باشا هذا الرجال راح لألمانيا مشان يتدرب على حرب الشوارع مو لأنه عميل ألماني. ما دام ما هو عميل ألماني عجل إيش الألمان جابوه بطيارة ألمانية أو نزلوه بالباراشوت فوق وادي الكلت بأريحة؟ والله مبين إنه معلوماتك دقيقة يا صفوة باشا، بس من إمتى صار الحكي؟ عام 44 وبالتحديد يوم 5 تشرين ثاني. نزلوه لحاله؟ لا، كان وياه واحد عربي واثنين ألمان. أو حسن سلامة انهزم وتغبى. منين جبت المعلومات يا صفوة باشا؟ لا تروح بظنونك بعيد، بضابط مهم بفلسطين هو اللي قبض على صاحب حسن سلامة والاثنين الألمان اللي وياه. شو اسم هالضابط؟ فايز بيق الإدريسي. وهذا مو سر، كل العرب في فلسطين يعرفونه، حتى الكولونيل ويلسون يعرفه تمام. والله يا صفوة باشا الغريب بيتعلق بقشي. حتى القش يساعد حسن سلامة أو الحسيني أو جماعتهم. ودي إياهم ما يطلبوا مني مساعدة ولا يطلبوها من غيري. يعني هذا آخر كلام عندك؟ ماكو غيره. جماعة راكبين رؤوسهم وبدهم يحاربون لحالهم. خاطرك سيدي. الله وياك. خلنا نشوفك كل ما يصير عندك وقت. بيصير خير. السلام عليكم. بأمان الله. أهلين أنطوان، مالك ملهوب؟ لسه بحكي لك جوا. طب خوش خوش. قبل شوي وصلت بنت عمي من طبرية. وإيش جابها؟ جاي تدور على أخوها بالشام. مين فرج داوود؟ آه بتعرفه؟ إيه كيف بعرفوش؟ خوش يا زلمي، فرج داوود من أبدع الشباب وانشطه، كان دائما يجي على الشام سيارته عشان يدبر سلاح. حتى سيارته ملهاش أثر يا أبو علي. ايه انطوان، انت بتشك انه العدو وراء الموضوع؟ قبل ليلتين صرت معاه بقهوة الشط بطبرية، وكان معاه بنت، شكيت بأمرها يا ابو علي. شو اسمها؟ يمكن البنت كان اسمها عايدة. عايدة؟ عايدة ايش؟ ليش السؤال يا ابو علي؟ يمكن نعرف أصلها من اسم عائلتها. والله أنا ما سألت عن كنيتها ولا عن اسمها، بس البنت كانت تتلفت حواليها كتير. ما تخافش مصيره يبين، فراج جدع وبيخافش عليه. المهم يا أبو علي، أنا جيت مثل ما وعدتك بالنهار ومستعد أسافر الليلة على القدس. وأنا رايح أسافر معاك. يعني خلصت شغل بالشام يا أبو علي؟ قبل شوي خلصت، بس هذا صفوة باشا مبين عليه بدوش يساعدنا بشوية ذخيرة. ايش يعني يا بالي؟ ما في ذخيرة؟ لا في ذخيرة. قبل الساعة 12 بتكون هون. وانت وسيارتك الساعة 12 بالضبط بتكون هون. تمام. مين يا بالي؟ والكرميل عالي. يا محلى السهرة. يا معقول تكون صارت نايمة؟ جميلة. وعدتني الساعة 12 بالليل. قلت لها لا، خلينا الساعة 10 أحسن. ضحكت وقالت لي بيكون أبي لسه صاحي والناس رايحة جاي بزقاق. وين الناس؟ يا
مرحبا جميلي. اهلا ابو مصطفى. شو كنتي نايمه؟ ايه انت تاخرت. ليش قد الساعه هلا؟ تطلع لها شي وحده بالليل. خدي لك هالوحده لك. ها شو هي؟ هي مال ضمينة. ولي على حظي وقعت. ولا يهمي، جايب لك صرة ملبس على لوز مليانة. شو اخذها للوالدة؟ لا، الوالدة بتحب الراحة، الملبس ما بتقدر تاكله لانه بتخاف على طقم اسنانها ينكسر. إلهي خلي لك ياها قديشك مرضي. هلا من قصيره هلا قولي لي بدك ياني ولا لا؟ ما بعرف. شوفي جمله، يا بتخصمي لي اياها هلا يا بكره بروح على الحرب. ها تروح على الحرب والقهوه لمين حتتركها؟ هي صحيح، هي ما فكرت فيها منو. يلا روح هلا ليقوم حدا يجي او تفيق امي حاكم تصحى عم حس نومه كتير خفيف. ماني رايح قبل ما تاخذي سرة ملبس. ارميها لشوف. وهي بوسه كمان معك. بعيده عنك، ما رح تاخذها لبعد العرس. ايه شو علي؟ اللي صبر ايوب بيصبرنا. شرفي. يلا وصلت الامانه، روح بقى، الله معك. توصيني شي جمو؟ سلامتك. الله يسلمك. سلام. بدك جيب لك شيء معي من البلد؟ شو ما بدك تفطر؟ يا عايش تأخرت. إلا كان جيب لنا معك شوية بزر وقضامة وهريسة. لوازم سارة ما بنساهم، لا تخافي، لأني إذا نسيته ما بخلص من سارة ابن عمك عصام. يعني ابن عمي مو ابن عمك؟ ولا بيصير ابن عمك وقت بدك منه شغلة سياسية؟ منين جايب هذا الحكي أنت؟ شو بالك ما عم شوف اللي عم يصير؟ والله إذا صار له شيء ما رح سامحك طول عمري. لا تخافي، أنت بتعرفي أنا بحب عصام أكثر واحد بهالضيعة كلها. لكن الله يخليك بعده عن المشاكل. أنا مشاكل هي؟ شو صاير لك أنت اليوم؟ بعدين ليش خايفة عليك كل هالقد؟ ها؟ مين هون؟ اللي بدك اياها خالي سعاد. يا لطيفة البنت شو قوية؟ عرفتني من صوتي. اهلين خالي. اهلين غادة، ما نامت طوال الليل، قلت لحالي بجي باخذ من عند الوالدة شوية عشب. عشب ولا شي تاني؟ نادية شو هالحكي؟ ها شو شي تاني يعني؟ عم امزح معك خالي. وين الوالدة؟ لساتها نايمة. طيب وابو رشيد وينه؟ ابي راح على الارض. طيب خليني فوت اقعد بالمضافة استنى امك لبين ما تفي. اهلا وسهلا، تفضلي. حظك حلو، القهوة المرة لساتها سخنة، رح جيب الفناجين. اخ عال بركي بيصحى راسي شوي من قلة النوم. عجلي عجلي. مين؟ انا شريف غدا، افتحي. مرحبا. اهلا شريف. ستك هون؟ لا والله طلعت من الصبح. ما قلت وين رايحة؟ ما حكيت شي. يعني قلت لحالي يكون بدكم شي قبل ما اروح على الشغل. لا سلامتك ما بدنا شي. الله يسلمك. انت شلون صارت صحتك؟ ماشي الحال الحمد لله. الحمد لله. طيب خاطرك. مع السلامة. والله اكو ناسي حيكون علينا الشارع. لما بدك اياه يتحرك قرار التقسيم خلى العرب يغلوا غلي. ايه هالغلي ما ينفع الا بباروده ومدفع. هاي على الله وعليك يا صفوت باشا. هذه مسؤوليه الجامعه العربيه وانا عندها عبد المامور. الشغل صار بده همتكم. ان شاء الله ان شاء الله.
ما دام وياي رجال مثل القاوقشي ودنا ننتصر باذن الله. بهمتك وهمه الشباب اللي اتطوعوا معنا. بس لازم تعجل بالتدريب حتى ناخذ الاذن بدخول الافواج. انا كل الشباب اللي عندي سبقوا خادمين عسكريه ومجاهدين. يا فوزي بيك هذه حرب مو لعبه. وبي عندك ناس لسه ما يعرفون شلون يشيلون الباروده. هدول من خليهم لدفعه ثانيه. يعني ندخل الافواج على دفعات؟ والله انا هيك بشوف. ايه ما دام هذا رايك عجل نبلغ المفتش العام الجيش الانقاذ بهالكلام هذا. ماشي. شو بتوصينا؟ ايه طبيب دير بالك مليح وعرحلة سعليك. حاكم جواسيس اليهود مع بيه بلجيكا. ولا يهمك، بلجيكا بالنسبة إلي مثل بيروت. بعدين أنا اتفقت مع تجار لبنانيين وهن مستعدين. المهم لما بتأمن السلاح بعت لي برية وقل لي إنك غادرت المشفى خير. مفهوم؟ ماشي. أنا شو ما صار معي رح أتصل معك. دعينا سيدي. المهم أنت ادعي لي إنه تمشي أموري هون. مع السلامة. اهلا احسان. شربوا سيدي. والله يا سيدي من اول ما شفت سيارتك قلت له للشباب ما بكون احسان كما الماض اذا ما انك جايب اخبار مهمه عن المعركه. ما زبطت معك يا احسان. شربوا سيدي شرب. انا اليوم كنت عند صفوة باشا بالشام وسمعت كلام بهز البدن فعلا. سيدي وامتى حددتوا موعد دخول الافواج لفلسطين؟ كيف بدنا نحدد موعد دخول الافواج وأنا عندي خلطة عسكر غريبة عجيبة لسه ما بيعرفوا يمشوا نظام منضم وما بيعرفوا يطلقوا النار على الدريقة؟ والله يا سيدي نحن ما طلبنا الفرز من الجيش النظامي لجيش الأنقاذ لحتى نشتغل مدربين وبس. وأنا كمان رأيي هيك لأنه ما عنا وقت للتدريب. بعدين الواحد ما بيتعلم السباحة إلا إذا رمى حاله بالماي. مزبوط. أنا عندي معلومات أكيدة بأنه العدو كان عم يستعد لهالحرب من بداية الحرب العالمية الثانية. يا سيدي صار له عم يتدرب 7 سنين، معناتها قديش بدنا نلحقه؟ بدنا 7 سنين تانية وبهالحالة بتكون الحرب خلصت والعدو انتصر واخد اللي بده اياه. مو هيك الحكي، بس يخلونا ناخد نفس وندخل فلسطيني بشكل نظامي ومرتب. مرتب ونظامي ما في مانع، بس مو معقول انتم قاعدين هون بقطنا والعدو عم بيهاجم القرى ويطرد اهاليها. على كل شدوا لي همتكم منيح بالتدريب وحضروا لي قوائم باسماء المتطوعين واللوازم والاسلحة، وانا شو بيصير معي بخبركم. تأمروا سيدي. بدي همتكم يا شباب. يلا أحمد شو بنا؟ تعال ورجينا عضلاتك باللعب. تعال. لا خيو لا، مو قبل ما تنحط لهريسة هون. لا حبيب قلبي، لهريسة مو قبل ما نلعب مشان نعرف مين بدي يدفع حقها. أنا برأيي بلا هاللعبة كلها وخلينا نتسلى بأي شيء ثاني. ليش بقى؟ شو بك أنت اليوم شايفك على بعضها؟ ما في شيء، بس اتخانقت أنا ونورس بيك. عن جد؟ ولا يهمك، أنا بحكي لك معه. هلا أنت بدك تحكي معه؟ بدك تحكي معه موظف عنده؟ لك على لي شريف مو موظف عنده، في يحكي معه مثل ما بده. لك عمي انت ما بتعرف مين عصام بالمينا. شبك انتوا الاثنين لازم تفهموا انه مصلحتكم وحده، وانه اللي بيصير على واحد منكم بيصير على الثاني. اخي انا جاهز، انا بحكي لك معه ما راح اسمح له يزعجك ابدا ولا يهمك. لا عصام لا بلاها، ما بدي اوجع لك راسك. اخي ما بتوجعي راسي ولا شيء، انت شو بدك؟ الله الله، طالما انتم هيك رجال انا راح اتحداكم بالورق. يلا ابو حميد يلا يلا خلينا نلعب احسن ما ننتهي بالمشاكل هي. يلا ايمن بذر الله. يلا فت ها شرفوا. انا حاسس انه في من ورا هالعشر دسم حكي اسهم. طول عمرك يا فوزي بيك ذكي وخيال حصان وبتلقطع على الطاير. حط القهوه عندك وروح شوف شغلك. حاضر نبي بيك. تركنا من المجاملات والرسميات هلا، خلينا نحكي بالموضوع مباشرة.
أنا ذاتا دعيتك لبيتي مشان نحكي من غير رسميات، أنت بعبايتك وأنا بعبايتي. مين زعجك؟ قل لي، قل لي لكسر لك راسه. أنت بتعرف إني أنا قد وقدود، بس امبارح صاحبك هذا صفوت باشا كسفني وأنا قاعد بمكتبه بالليل. شو كان بدك منه؟ أبدا، بس يعني كان في واحد صاحبنا لازمه شوية سلاح وذخيرة بده يدافع فيهن عن بلده، قام طلعوا للرجال عميل لهتلير. مين هو؟ حسن سلامي أبو علي، ما بتعرفه؟ ما بعرف غيره، هذا سعده الأيمن عبد القادر الحسيني. هدول جماعة الجهاد المقدس حاطين راسهم براس الجامعة العربية. أنت بتعرف أنه الجامعة العربية عينتني أنا وصفوت باشا لقيادة جيش الإنقاذ. هذا ما بيمنع أنكم تتعاونوا على القليلة بالسلاح والذخيرة. حاكم الجماعة إمكانياتهم على قدها، مو مثل إمكانيات الجامعة العربية. الجامعة العربية ما قصرت، عم ترسل سلاح لحميات المدن والقرى، وأنت بتعرف على أنه عم تحصل على السلاح من البدو بالصحراء الليبية ومن المهربين كمان. يعني السلاح مو متوفر لحتى نقعد نبعزع فيه. لو كانت الشغلة بالمصاري كنا اشترينا السلاح من أوروبا على طول، بس أنت بتعرف على أنه السلاح محرم علينا، قصة معروفة. يعني أنا اللي بقصده أنه ما في مجال تتوسطنا مع صفوة باشا. أبدا، أنا بنصحك بلاها. يا مرحبا بالشباب. يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا أبو علي. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضلوا. تعرف الشاب؟ إلا أعرفه. هذا أنطون داوود، زينة شباب القدس. تفضل يا أخوي. هذا أبو فيصل طلع بيعرفك أكثر مني، يعني أنا طلعت براني. مالكم طولتوا الغيبة بالشام؟ ولا من شاف أحبابه نسي أصحابه؟ لا والله، قضيناها بشغل، بس لولا أخينا أبو الطون كنا رجعنا وإيدينا فاضيين. يعني جبتوا شوية سلاح؟ سلاح وصينا عليه صاحبك نبيه بيك، دبرنا شوية ذخيرة فرنسية وكم رطل ديناميت. وكيف نفذتوهم للقدس؟ سيارة أنطون الدبلوماسية تاعت القنصل. عفارم عليك يا أنطون. الله يخليك سيدي. بس أنطون زعلان شوي هاليومين. خير؟ مالك يا أنطون؟ يا سيدي، هذا ابن عمه فراج داود، أكيد بتعرفه. ماله فراج؟ هذا عضو اللجنة القومية الطبرية، شاب زي الرمح. هالشاب أعطاك أمره. إيش؟ كيف راح؟ البوليس طلعوا من بحيرة الطبرية. يعني كان غرقان؟ لقوه مربوط بجنطين مجنود سيارته القديمة الصغيرة سيدي. كانوا مغرقينه قدام مستعمرة تجاني ألف، أكيد بتعرفها. كيف بعرفهاش؟ ظهر عزبوه بالمستعمرة قبل ما يزيدوه بالمي. عزبوه كمان؟ السباحين العرب لقوا برقبته سيخ حديد طالع من جهتين. أعوذ بالله. شايف حقدهم لوين يا أبو علي؟ أنا بعرف حقدهم من عام 36. مدام هيك صار، كيف طلع على وش المي؟ يا سيدي، هذا طيور البحر شافت الجثة بالمي الصافي. انت عارف بحيرة طبرية بتكون صافي مثل عين الديك مع طول النهار. الصيادين شافوا الطيور بتحوم وبتنزل مثل السهام، قاموا راحوا بالشخاطير وشالوه. خلاص يا أنطون، خلاص، هذا درس إلنا ولازم نفهمه من أولها. أنا بستأذن، صار لازم نمشي، لازم أثبت وجودي بشغلي. شد حيلك يا أنطون، دير بالك على حالك. ولا يهمك يا أبو علي، ابن عمي مش أحسن مني، وأنا جاهز لأي مهمة وطنية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا أبو. مع السلامة.
دروس الجيم بارودي رايح تحمي فيه ونيافة من تل أبيب والبيت جنب البيت يا أبو علي. يا أبو فيصل، الجود من الموجود، وأهل يافة عندهم أكثر من 1000 بارودي ومسدس وكم بارودي جفت. يعني هذول رايحين يفتحوا جبهة قدام بيجن وأبراهام الشيري. ما تلومنيش يا أبو فيصل، أنا عملت جهدي بالشام وجماعة ما قصروش، مصارينا ودفعناهم الزبطات ولا يهمك. المهم أنا رايح أضل محاصر القدس وأنت فوزي القطب عليك بتل أبيب. بس فوزي ما عندوش غير 25 رجل انتحاري من القدس والخليل واللي حواليهم. ما تنساش إنه عنده 2 خبراء بالتفجير من سوريا و2 من تونس والجزائر. ماشي، اليوم بنسق معه والليلة بختار الأهداف وبعطيك إياها مكتوبة. طب كويس، كيف همة الشباب عندك؟ زي الحديد، المهم توصل أسلحات الجدد وبيسهل الله. والأهم من هيك تضل الأسر الغربية محاصرة لحتى السلم، لحتى يتفرغ لجبهة تل أبيب. القدس أنا ماسكها بإيدي. واسمع يا أبو علي، أجوني ناس إنجليز وحكوا معي عشان أرفع الحصار عنها. أوعك طوعهم يا أبو فيصل، ما هدول هم اللي جابوا اليهود الدار. ولا يهمك يا أبو علي، ما احنا عارفينهم من زمان. تفضل اقعد أوريك معلومات عن قوات العدو وتسليحه. تفضل اقعد. يلا احمد. قوم احمد. بتركني خلينا كمان شوي شيء. قوم يا زلمه قوم تصبح، والله الصباح بجنن. بعدين انت سنه سنت خير ها؟ منين الخير والحب على البواب؟ لا عن جد رح تنزل مطر لانه البعد. خلاص معي تبني نام. اي نام سيدي نام. صباح النور. شو بطالعك هيك من الصبح من البيت؟ كله مشان حضرتك. انا؟ ايه انت؟ خير ان شاء الله. احكي لي شو؟ شو كنت عم تعملي برا عوام؟ عوام؟ عصام لا تحكي معي هيك، عيب عليك. شو عيبه معي؟ بعرف حضرتك بتشتري فنجان القهوة على الريق بليرة ذهب ام حسان. ايه والله عن جد. رحت اشتري لك قهوة من عند ابو ياسين. لقيتي؟ لو ما لقيت كان دقيت بباب الجيران باب باب لاستر لك فنجان. لك وين القهوة طالعية لشوف يلا؟ ما رح اقول لك. عن جد وينها؟ دير وشك لطالعهم. تستحي يعني ها؟ دارت وشي. الله شو ريحة مسك وزعفران، هي مو قهوة. بدك اعمل لك منهم ولا روح اشتري لك غيرهم؟ لا منهم، منهم بذاتهم، وخليني شوي منهم مع جنب اخذهم معي. بلتي افشري عايدة قط بشجاعات؟ كان بشجاعات قبل لو قطعه بي أنا يضيع قبل قط بميم شجاعات بفراج داود؟ فراج داود هلاخ بقجان هيت اوهيفت اوتو؟ لو قبل قطي معنيتم اوتو هربي لفناش تشليخ اوتو بقجان إلو نتان لانو إنفورماسيا نيخونا على هنيشك ولاي هيا ميت مبسوط جم هميل خما هميل خما كيفي شيء أمير بيجن هي خشوف أني رد صالش كوخ إتانوسي كله أني رد صالة لخت برخوف مبلي لهيوت بخدت مي أب إخاد أتكام بيورشلايم بجلال ها بوليس ها أنجلي شيرو ديف أوتاخ بتفيريا إلو هيا ها بوليس هانجلي روتسي أوتي هيا روديف أوتي كان 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 زين أخون أبال أتخيبت لليخت لأن؟ لروما كلها عربين بين مالها تعوفا الشام والخيم لما تكون من الخيمة عالمين بمدبر بيكونين نشك من هبدوين لروما زي التوب ميقود أني رتساشي عتصفيم شلي رجعوا
خريها عبودة. لو أنا روتسيمو تاخ بروما لو ركلي ما عنها عتصابين في الله بجلال شي قات يودعت عربية تيف بإيش إنو يخول لخشود بخ. شو هالبرد يا نادية؟ شايفة؟ شتوية جاي على بكير السنة. شو بكير هذا؟ صرنا بنص قانون وقانون بده نار. هاي النار. أتاريكي تفهمي بالسياسة. هلأ جايبتيني لهون لتقلي لي بفهم بالسياسة؟ لا جايبتك لقلك إنه ستك كترت جيات عند أمي. ايه بعرف حبيبتي، ست ختيارة وبدها تتسلى، شو بدك اياها تساوي؟ لا حبيبتي، ستك عم تتسلى فيكي. شو قصدك؟ عم تكتب لك حجابات مشان تصيري تحبي ابن خالتك شريف. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، بس لتكوني انت موافقة على هالشي. اسمعي نادية، لا تغدي فيني، عرفنا ضيقة وبنعرف بعضنا. وشو بتعرفي عني؟ صرت شايفتك أكثر من 20 مرة عم تحكي مع عصام على الشباك. عصام؟ أنا أصلاً لو بدي عصام كان مشيت وراي مثل أرنب. ليش شو عصام؟ شاب طويل وعريض، ما في أحلى منه بهالضيعة. بعدين بشتغل محاسب بالمينا. شو؟ بدك تضلي قاعدة ما بتشربينا قهوة يعني؟ إيه طبعاً لجيب الفناجين لحظة. ايه وكانوا اثنين عصبيين لما يتخانقوا كل الضيعة تعرف القصة وبتذكر بعد كل خناقة كان واحد منهم يقعد يومين ثلاثة بالفرشة. عمل لك واحد منهم لأنه أمي ما كانت سهلة أبدا. وبيقولوا الناس إنه هرب منها بس هي بتقول انه راح يدور عن نسوان. وبعد ما راح بكم سنة اجا خبر انه توفى بالبحر. ومن يومها امي ما بتحكي مع عمي ولا بتخليني اشوفه وبخاف اذكر له اسمه. لكن اذا حبيتيني وقبلتي فيني انا مستعد روح لعنده وخليه يعملنا احلى عرس لانه عنده مصاري ما بتاكل النيران. وقتها ما رح أخاف من أمي. وقتها ما رح أخاف من أمي لأنك رح تكوني معي. شبك يا سوريا؟ مين عم يضحكك؟ أنا عم بضحك عمتي؟ خير لتكوني شايفة منام. الله يرضى عليكي. أمي نامي مشان تفيقي بكير بكرة على المدرسة. حاضر عمتي، بس عندي كم صفحة رح أخلصهم وحط راسي منها. تصبح على خير. ثلاثة يكرك عشم على كيفها. إلهي يكرك نيعك يا أبو يوسف، وطي لي برزان صوتك، بدنا نسمع الأخبار. ياسين نزل لي الراجل معيتك شوي. يلا هنا سمع يا شباب، سمع كرمال النبي. سمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم نشرة الأخبار. الموجز، العدو يمطر يافا مجددا بصواريخ أسطوانية ليلة أمس يا لطيف. الله يجيرنا من الأعضاء. عدد من القتلى والجرحى بين النساء والشيوخ والأطفال. الجامعة العربية تعقد اجتماعا. ولعت ولعت يا شباب، والله اجتمعوا ولعت ولعت والله نفرم الفرن والله. شيخ أبو ياسين ليش طفيته؟ ما قصنا مشاكل عند الصباح، يا انت بتحكي يا الراديو بيحكي. لا هي صعبة، بس مع ذلك خلي الراديو يحكي، انا بعلق على الاخبار. ايه بلادك هالعلاك احسن الك واحسن لنا. مشان يا ابو ياسين اخر مرة. خلاص ما عاد تشعلوا معيتك. خلاص ما عاد بدي قعدة هون. وين بدك تروح يعني؟ ليافا؟ على جهنم الحمراء. بس المهم ما اسمع انه عم يدبحونا ونحن قاعدين هون على السارح والساعد. والله مزبوط يا سيدي،
والله مزبوط. نحن ما جينا لحتى نقعد بقطنا، نحن ليش تركنا الجيش النظامي؟ مو لحتى نقاتل؟ لك يا ملازم اول هشام، يا ملازم اول احسان، نحن هون كلنا كم واحد، ولو احدنا ما قادرين نعمل شيء. مشان هيك انا برايي ندرب مجموعات متطوعين اللي عنا وبتكبر شوي شوي وقادرين من خلالها نعمل شيء كثير مهم. بيروحوا يجيبوا غيرنا للتدريب. انا ما خلقت لحتى ادرب، انا خلقت لحتى قاتل. كله بيلزم للمعركه. وامتى من غير شر المعركه؟ بعد ما ياخذوا فلسطين كلها ويدبحوا شعبها؟ يا ملازم اول هشام، الاندفاع والحماس ضروري كتير، بس كل شيء بوقته حلو. انا شايف الحلو نكون بفلسطين مو هون. اي معناها بس يجي القاوقجي احكم معه بالموضوع. يا لطيف، القاوقجي راح يقول لك احكوا مع صفوت باشا، وصفوت باشا بيقول احكوا مع طه الهاشمي، وطه الهاشمي بيقول لك خلصنا بايا. معناها القرار مو عندي ولا عندكم انتوا الاثنين. منشان هيك لازم ترجعوا لكلام اللي قلته بالبدايه، مجموعات المتطوعين لازم ندربهم بشكل منيح، على القليله اذا سجونا بالمعركه نكون جاهزين. قلتك رح تعلق هيك مبين. طيب اذا علقت شو راح نسوي؟ ما بعرف، بس لازم نسوي شيء، لازم نناقش الموضوع مع الشباب. هلا اذا طرحنا الموضوع مع احمد راح يبلش بالتنظير علينا. لا تظلمه يا شريف، هو بالامور الجديه دائما بتلاقيه كجامد وناشف. معلش. بتعرف انا حابب انتقل على الشام، منه بخلص من هالجو ومنه بنتواصل مع الشباب بشكل دائم. لا شريف، وجودنا هون ضروري، ضروري كثير، يعني حتى الشباب بالشام مبسوطين منا كثير. هلا بدك تقنعني انه انت رضيان عن الشيء عم تساويه هون؟ ليش لا؟ انا ما في شيء انطلب مني وقصرت فيه. بتعرف حاسس انه ما عم نعمل شيء مهم. ليش متشائم اليوم؟ ما بعرف، حاسس كل شيء حوالينا عم يتحرك بسرعه ونحن قاعدين ما عم نعمل شيء. نحن ما انا قاعدين يا شريف، ما انا قاعدين، صدقني لسه في قدامنا شغلات كثير رح نعملها. انتو كعسكريين بتعرفوا على انه تفكير الجماعه افضل من تفكير الفرد، لانه لو كل واحد تصرف مثل ما بيفكر كانت خربت الدنيا من زمان. بس يا سيدي في لحظات لازم الواحد يكون مواله من راسه. يا ابني احسان، لو كل واحد بده يغني مواله ما كان حدا بيسمع حدا. يا سيدي المهم هلا نحن شو، بكره شو، بعده شو، شو حنعمل؟ نحن هلا عم نجهز حالنا، وبس تشعر القياده بانه اجى دورنا رح يكلفونا بالمهام. وبحب لكم انه الجامعه العربيه قررت باجتماعها بالقاهره رصد الاموال اللازمه لجيش الانقاذ مشان يشتري اسلحه ومشان يدرب المتطوعين باعداد كبيره. يعني بفهم من الحكي انه نحن اللي بدنا نعد المتطوعين؟ طبعا، وعن طريق جيش الانقاذ رح يتم تزويد اخواننا المجاهدين بفلسطين بالاسلحه. من امبارح القياده وعدت الوفد اللي اجى من حيفا بالاسلحه والذخيره. يعني اجت اسلحه جديده؟ رح تجي طالما تم رصد الاموال اللازمه. يعني لهلا مو واضح امتى بدنا ندخل المعركه. السلام عليكم نورس بيك. ايه شو يا؟ تارك شغلك وعم تتمشى على المينا؟ شلون عرفت معلم؟ شفتك من الشباك ماشي مع هذا اللي اسمه شريف. ايه بنصحك ما تمشي معه. ليش بقى؟ لانه تيس وراكب راسه وعم عطلنا الشغل. من شان هيك ما بدي اياه هون بنوب.